رغم التألق اللي حققه الفنان أحمد زكي وتخليد اسمه بحروف من ذهب في تاريخ وذاكرة السينما والدراما المصرية وحصوله على جوائز لا تحصى إلا إنه كمان كان بيمتاز بلقب القلب الطيب فما كانش أبدا بيهتم بالشكليات ولكن الأهم بالنسبة له كان الأصل الطيب والمعدن مش مع البشر بس ده كمان مع باقي المخلوقات فكان بيتعامل برفق وحنية زي ما قال إبراهيم ناصر في الفيديو انا ماريا مجدي ويلا نعرف اتقال ايه في الفيديو ده الفنان الراحل احمد زكي قدم اكتر من 90 فيلم بالاضافة لمجموعة كبيرة من الادوار المتعددة التانية في المسرح والدراما وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة دي الا انه كان بجد غاية في التواضع والاحترام وكان انسان من الدرجة الاولى كان بيهتم بكل اللي حواليه وما كانش بيتأخر عن حد نهائي أحمد زكي كان ليه مواقف إنسانية كبيرة بتظهر فعلا نبله وأصله الطيب وطيبة قلبه مش مع البشر بس لا كمان مع الحيوانات زي الموقف اللي حكى الفنان الراحل إبراهيم نصر إبراهيم نصر قال إنه حضر موقف إنساني غريب وطريف للفنان الراحل أحمد زكي مع الحيوانات عكس من خلاله أحمد زكي مدى طيبة قلبه وحبه المطلق لفعل الخير ومعدنه الطيب فعلا الفنان إبراهيم نصر كمل كلامه وده كان في لقاء تلفزيوني مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور مع الإعلامية جيهان لبيب إن الفنان الراحل أحمد زكي راح يستلم في مرة جايزة فيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل اللي اتعرض عام 1981 وكان في انتظاره إبراهيم نصر وحسب إبراهيم نصر إنه كان قاعد على الحطيبي وده مكان لطيف بيقعدوا فيه في الشارع على رصيف تحت شجرة فقال له أحمد زكي هروح أخطف الجايزة وجايلك وما كانش معاه عربيته، لكنه راح في تاكسي ورجع ومعاه جايزه وقال له اهي وكانه ماسك ورقه زباله مهمله، وكمان لما كان بيحاسب التاكسي نسي شهاده التهدير والسواق قعد يفكره وقعد ينده عليه يا باشا الورقه. ابراهيم نصر اكد ان احمد زكي ما كانش بيهتم بالشهادات ولا بالجوايز خالص ده بالعكس كان بيعشق البساطه وعدم التصنع وعدم التكلف. وفي مره ابراهيم نصر واحمد زكي كانوا قاعدين مع بعض وجاعوا فطلبوا اكل وقعدوا ياكلوا وهم قاعدين في كلب من كلاب الشوارع جه على ريحه الاكل وبعدها جه التاني والتالت وراهم وبداوا يشموا ويقربوا والعامل بتاع المطعم جه وبدا يضرب في الكلاب وبيحاول يمشيهم لكن احمد زكي اتغاظ جدا واتعصب وقال له انت بتضربه ليه هو عمل لك ايه وقتها بقى احمد زكي قرر يعزم الكلاب على كباب وطلب من عامل المطعم انه يجيب كيلو كباب للكلاب ويحط الوجبه على الرصيف مش بس كده ده كمان طلب منه انه يحط سيرفيس كامل وفوطه وازازه مياه معدنيه وفعلا عامل المطعم لبى الطلب وجاب الاكل الطريف بقى هنا ان في كلب من الكلاب كان بياكل وهو خايف جدا فاحمد زكي فضل يطمنه ويقول له يا عم كله ما تخافش وكل شويه كان يقول للولد اللي في المكان هات ميه هات كباب طبعا الموقف ده هو مجرد نبذه بسيطه عن طيبه وبساطه الفنان والانسان الراحل احمد زكي